فقير وغيرها من الامور. طيب جاي واحد مخطط كبير ديال النضال هو تسليط الضوء على ثلاثة ديال الأشياء. الأولى هو إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي على أن ما تضمنته التقارير فيه مغالطات كبيرة ما عندهاش علاقة أولا بالأفعال ديال موضوع المحاكمات التي تمت أو التي تتم الآن. النقطة الثانية أنه عدم الموضوعية والعلمية والاحترافية في هذه التقارير، لأن المصدر كان متعمدا وعن سبق إصرار وترصد أنه يعطي معطيات من مصدر أحادي دون تمكين هذه المنظمات ودون تمكين تلك الهيئات اللي كنقصد بها الكونغرس الأمريكي من المعطيات المرتبطة بكافة أطراف الخصومة. ما كنقولوا أطراف الخصومة، دفاع المتهم، دفاع الضحايا، عائلة المتهم، عائلة الضحايا. الحالات اللي عندنا واللي ذكرها هذا التقرير على سبيل الحصر اللي هي ديال الحالة ديال الصحفي توفيق بوحشرين والصحفي سليمان ريسوني والصحفي عمر راضي والصحفي علي أنوزلا، هاد القضايا بالخصوص الأولانيين الأول والثاني والثالث المتعلقين بالاعتداءات الجنسية والاغتصاب وغيرها، هادو ما استمعوش للضحايا، ما استمعوش للأطراف الأخرى، ما استمعوش للدفاع. فحسب تجربتي المتواضعة في العمل الحقوقي اللي كنت كنعرف أنا أن المنظمات الحقوقية أمنيستي انترناسيونال غيرها لما كتجي لواحد البلد كتصنت لكافة الأطراف بما فيها المسؤولين ديال الدولة. والنقطة الرابعة وهو أنه هاد التقارير كتدير واحد المطلب مخالف للمواثيق الدولية ومخالف للقوانين المعمول بها في جميع الدول. كطالب من الحكومة اللي هي جهاز تنفيذي أن تتدخل في القضاء، وهذه المسألة كما وضحها الإخوان في المنصة هي مسألة ديال جرم. القضاء مستقل لا في المغرب ولا خارج المغرب. القاضي كيشوف ملف أمامه وثائق وأوراق ومتابعة وبناء عليه كيشكل قناعة بالحكم. صحيح عندها خلفية غير حقوقية، سأبين ذلك. قلت هاد النقاط هما اللي بينا، إذن بينا بأنه هاد الناس أولا ماشي متابعين من أجل جرائم سياسية أو جرائم تتعلق بحق بحرية الرأي والتعبير بقدر ما هي تتعلق بقضايا الحق العام، قضايا الاعتداءات الجنسية، الاغتصاب، التجار بالبشر. وتم إقحام شخص دي من زملاء ديالكم الصحفيين ما عنده علاقة بالصحافة، اللي هو المعطي منجيب، هذا عنده علاقة بتبييض الأموال وما قدرش يبرر للقضاء منين جابها وكيفاش دار ليها وكيفاش حولها من حساب الجمعية لجيبه. أنا ما تنحكموش ولكن هذا شغله مع القضاء. واش دابا هاد السيد هذا عنده علاقة بالصحافة؟ المتابعة أو المطالبة بالتحقيق اللي دار الوكيل الملك اللي أعطاه فرص عديدة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط منذ سنوات مفتوح وعجز لأنه يقدم تبريرات حول التصرفات الغير القانونية والغير المبررة اللي هي موضوع المطالبة. اش من علاقة عنده بحرية الرأي والتعبير؟ هذا عنده علاقة بالمال العام، وهذا الشيء خصو يتعرف له من الرأي العام. حنا كنا نستحي باش نذكروا بحال هذه المسائل، ولكن غيضطرونا نديروا أكثر من ذلك، أننا سنقوم بنشر الأحكام التي رفض فيها زملاؤكم إما يعطي صوته كإجراء خبرة بحال الحالة ديال سليمان الريسوني، أو اللي درت فيه خبرات فنية وتقنية وأتمتت بين ملموس على أن المتهم هو وليس من صانعة الأمن والمخابرات كما يدعون. بالعكس يعني كنا كنتمناو أنه لما تصبح الأحكام نهائية قضائية حائز قوة الشئر مقدميه أنه يعني الناس تعقل وتقول فعلا واش اللي كيتقال على ان الضحايا كما برزت الاستاذه الشاوي في المنصه اللي هي معروفه بتاريخها النضالي والحقوقي وكرئيسه جمعيه مناهضه العنف ضد النساء، هؤلاء الضحايا اللي ما قدروش ينفذوا هذه الاحكام في الوقت اللي المتهم في السجن كيهرب جميع الاموال ديالو في اطار الحقوق بطبيعه الحال اللي كيعطيها له القانون، النيابه العامه ما يمكنش تبلوكي ولا تسدو قصي يعني تصرف، ما محروش من الحقوق الوطنيه والمدنيه. ويتقال لأنهم هاد الناس ديرهم الدولة
احنا عرفنا بانه في الحكومتين السابقتين هذه اللي كانت هذه 10 سنين ان هنالك علاقات شخصيه بين رئيس الحكومه وبعض المتهمين وعلى راسهم توفيق بوعشرين، وكنا عندنا امل كبير في ان هذه الحكومه انها تاخذ مبادرات وتنصف هذه الضحايا اللي تعذر عليهم ينفذوا الاحكام القضائيه ديالهم، وانها تاخذ مبادرات بعدا غير باش تدافع على بلادها وتدافع على هاد الناس من خلال هاد التقارير. وامام هذا الصمت الرهيب للحكومه المغربيه وللدوله المغربيه ما يمكنش الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا تبقى مكتوفه الايدي. اضطرينا نديروا هاد الندوه الصحفيه باش نكليرسيو لي شوز وباش نقولوا كذلك حنا مستقلين ما تابعين لحد، حنا تابعين للقيم التي اجتمعنا عليها كاملين كمحاميات وكحقوقيات وكأستاذات جامعيات وكصحفيين في هاد الجمعية هذه. فلذلك أنا عندي هاد الملاحظة، والملاحظة الأخيرة اللي أنا بغيت نقولها، الدور ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو هذا، هو يرد على هاد التقارير. كنشوفوا الصمت رهيب، هو كذلك السيدة الرئيسة ما كاينش في هاد العالم بحالها بحال الحكومة المغربية، ما كاينش هما في هاد العالم كاع تقارير تسيء الى المؤسسات القضاء، تسيء الى شروط المحاكمه العادله، كتضرب يعني في الحق في التقاضي وحقوق الضحايا اللي مكفوله بالقانون وبالدستور وبالمواثيق الدوليه. لا حكومه لا مجلس وطني لحقوق الانسان، ايوا ما عمرنا نتكلموا. فاضطرنا نديروا هذه الندوه الصحفيه اولا باش نصيفطوا ثلاثه الرسائل الاساسيه. اولا نناشدهم بالتدخل الفوري والعاجل وتمكين الضحايا من الرد وفي دهاليز هاد المنظمات بالخارج وبالداخل كذلك، تمكينهم من الحماية الاجتماعية اللي كيأمنها لهم القانون ديال الاتجار في البشر، وكلهم ظروفهم مزرية من ناحية المادية والاجتماعية، وفيهم من انتقل إلى عفو الله ولا زال يهاجم من أطراف كذلك من أطراف تهي كتلعب دور في هذه القضية هذه. والرسالة الأخيرة وهي أن نقول للجميع أننا يقين وأننا لن نتوقف عن مساندة ودعم الضحايا إلى آخر رمق. شكراً.